سيريا أتحول إلى الولايات المتحدة للعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيكون معنا من هناك كريم يسري. لكن قبل ذلك سنمهد لبعض مواد النقاش مع كريم، حيث كشف الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن عن استثمار ضخم يحدث مرة كل جيل وفق تعبيره. أعلن بايدن عن خطة لاستثمار قرابة تريليوني دولار أمريكي لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وخلق ملايين الوظائف في البلاد وتمكينها من الفوز في المنافسة العالمية مع المنافس الأبرز الصين. كريم يسري سيكون معنا الآن من العاصمة الأمريكية واشنطن لتقديم بعض الإجابات أو القراءة لأبرز ما جاء في خطاب جوزيف بايدن، خطاب في بنسلفانيا عند الطبقة المتوسطة، عند طبقة العمال، حديث رآه البعض أقرب إلى الحديث اليساري التقدمي داخل الحزب الديمقراطي وإن كان أقل حدة من خطاب بيرني ساندرز مثلا. هل نظر إلى الأمر على أن النزعة اليسارية هي التي ستقود الولايات المتحدة، ولا هذه خطط إصلاحية كان يجب المضي فيها قدما كريم؟ بالفعل أحمد، من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا خرج جو بايدن للحديث بشكل مباشر للأمريكيين عن أن مشروع الولاية الأولى بالنسبة له وقد يمتد إلى ولاية ثانية هو مشروع البنية التحتية أو الاستثمار الحكومي الشامل في البنية التحتية باستثمارات تصل إلى تريليونات الدولارات، قد تصل على مقدار 8 سنوات إلى نحو أكثر من 11 تريليون دولار. ولكنه أيضا قدم هذا المشروع وأعلن أن هذا المشروع يعني يوازي المشروعات القومية الكبرى التي حدثت في الولايات المتحدة على مدار الأجيال السابقة، مثل مشروع ربط الولايات بالطرق الرئيسية أو طرق عابرة للولايات، وأيضا مشروع سباق الفضاء الذي خاضته الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي آنذاك. ما تحدثنا عن هذا المشروع الذي يعني أبرزه جو بايدن بأنه مشروع سيعمل على خلق ملايين الوظائف في الولايات المتحدة وسيساعد الأمريكيين على التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا. واجهوا ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وجه هذا المشروع وقال بشكل مباشر أنه يعد حصان طروادة بالنسبة للديمقراطيين أو اليسار المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن بالتأكيد رفع الضرائب، لأن هذا المشروع أحمد يعني يتضمن بنود رفع الضرائب على الشركات من 21% أو بالنسبة 21% إلى نسبة 28%. وكان هذا الجزء المرتبط باللوحة الأيديولوجي المرتبط بالنزعة أو ما قيل بالنزعة اليسارية، كل من تزيد مداخلهم عن 400 ألف دولار سترفع من أجلهم الضرائب، فضلا عن رفع ضرائب الشركات من 21 إلى نحو 28 أو 29%. ينظر إلى هذا على أنه بغلاف أيديولوجي كريم؟ حتى الآن النقطة المتعلقة بفرض ضرائب على الأثرياء لم يتحدث أو لم يتطرق لها جو بايدن بشكل مباشر، ولكنه تطرق لأرباح الشركات وفرض ضرائب أو زيادة الضرائب على الشركات من 21% إلى 28%. بالتأكيد يعني كنت تتحدث عن أن جو بايدن يمثل اليسار أو اليسار الليبرالي، لكنه ليس يعني كما عهدنا بيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن اليسار الراديكالي أو أقصى اليسار الذي كان دائما ينادي بفرض ضرائب أكثر على الأثرياء الأمريكيين وفرض ضرائب أكثر على الشركات أو كبريات الشركات الأمريكية، لأن الطبقة المتوسطة أو طبقة العمال في الولايات المتحدة الأمريكية تضررت كثيرا على مدار 15 عاما الماضية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 إبان حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما. إذن تحدثنا بشكل مباشر عن تلك الخطة، أعتقد أن بشكل كبير هو المشروع الخاص بجو بايدن للرئاسة الأمريكية أو للولاية الخاصة به، أو يعني كل رئيس أمريكي يحاول يعني ترك بصمة في التاريخ الأمريكي بشكل مباشر. أعتقد أن جو بايدن يحاول بشكل كبير عن طريق هذا المشروع، إما من خلال دعم الطاقة النظيفة وإحلالها بشكل مباشر بدلا من الانبعاثات الكربونية والانبعاثات الحرارية، وذلك من خلال استثمار ما يقارب 174 مليار دولار في شبكة يعني شحن السيارات الكهربائية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى عام 2030، وأيضا نحو 621 مليار دولار مخصصة لتطوير كافة شبكات الطرق والموانئ
القطارات الخاصة بالولايات المتحدة أو البنية التحتية بشكل عام في الولايات المتحدة. ولذلك أعتقد بشكل كبير أن هذا المشروع سيلقى ضغط قوي من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي. ونانسي بيلوسي بالمناسبة زعيمة الأغلبية الديمقراطية والمتحدة باسم مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي قالت بأنها تأمل أن يتم تمرير هذا المشروع في عيد الاستقلال القادم في 4 يوليو من هذا العام. كريم، من بين الأرقام التي كان يسوقها جوزيف بايدن وهو يقدم من بنسلفانيا هذا التصور أو هذا المشروع أن نحو 30% تقريبا، إذا كنت أنا متذكر الرقم على النحو السليم، 30% من الأمريكيين عاجزون عن الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة والإنترنت ذي السرعة الكبيرة. هذا الرقم ما الذي يمثله إلى الولايات المتحدة؟ لأن الأرقام صحيح أنها تتفاوت، لكن مدلول الرقم أن ثلث الشعب الأمريكي تقريبا لا يصل إلى الإنترنت فائق السرعة ولا أعلم حجم السرعات أصلا المتاحة هناك. بالفعل رقم آخر يعبر عن تلك النقطة بشكل كبير، هي أن الولايات المتحدة تحتل المركز 13 في جودة البنية التحتية على المستوى العالمي. وبالتأكيد يعني على مدار، ذكر جو بايدن بشكل مباشر أنه على مدار 15 الماضية يعني انخفض مستوى الولايات المتحدة من المركز الخامس إلى المركز 13، وهو أمر لا يقبله بشكل كبير، خاصة الولايات المتحدة في منافسة كبيرة، منافسة أوروبية ومنافسة أسيوية مع النمور الأسيوية، وأيضا منافسة مع بعض الدول العربية بالمناسبة أيضا. وإذ ما تحدثنا عن تلك النقطة يعني أبرزها جو بايدن بشكل واضح أنه لا يقبل أن تصل الولايات المتحدة إلى هذا الرقم المتأخر في جودة البنية التحتية. تحدث بشكل كبير عن أوضاع شبكة الإنترنت وأهميتها بالتأكيد في إنعاش الاقتصاد أو أهميتها في الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأول على مستوى العالم والذي يشهد منافسة شرسة للغاية من الاقتصاد الصيني، الذي كل التوقعات الخاصة بالاقتصاديين إن كان في الولايات المتحدة أو أوروبا تتحدث عن أن الاقتصاد الصيني قد يتجاوز الاقتصاد الأمريكي خلال 10 سنوات القادمة. وبالتالي جو بايدن يوضح يعني يحاول بشكل كبير إيضاح وجهة نظره في هذا المشروع وفي أهميته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كريم، إذا كان مصدر التمويل الأساسي كما هو مفهوم في أغلب دول العالم المرتبط بتمويل هذا النوع من المشروعات والمرتبط بإيرادات الموازنة العامة في أي دولة هو الضرائب بنسبة كبيرة، الرجل سيستهدف الأثرياء بين قوسين أو الشركات العاملة في الولايات المتحدة برفع شريحة الضرائب لتمويل مشروعات البنية التحتية التي ستوفر ملايين فرص العمل، ولعل هناك تماسا كبيرا بين نمط المشروعات القومية في أغلب دول العالم. نظر اللوبيات الكبيرة كما تسمى في الولايات المتحدة، مصانع السيارات، مصانع الطائرات مثلا في الولايات المتحدة، الشركات العاملة في مجالات حيوية وحساسة كالنفط وغيرها، كيف سيتفاعلون مع هذا وكل له ربما بعض الأصوات داخل مجلسي النواب والشيوخ؟ بالتأكيد للشركات الكبرى لوبي خاص بها في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أيضا من خلال جماعات الضغط التي تؤثر بشكل كبير على القرارات في الكونغرس الأمريكي. وبالتالي ذكرت لك أنه ستكون هناك معركة شرسة داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير هذا المشروع الضخم، خاصة أن عدد كبير من الشركات قد لا تقبل رفع الضرائب عليها والتقليل من أرباحها السنوية، وقد تهدد بفكرة العمالة، لأن ميتش ماكونيل مثلا هو يعني زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ذكر بأن رفع الضرائب على الشركات سيتوازى بالتأكيد على انخفاض العمالة أو انخفاض الأجور بالنسبة للعاملين في تلك الشركات والمصانع، وهو أمر غير منطقي. ولكن من ناحية هي المسألة كريم، هو هناك هناك يعني قدر لا بأس به من الوجاهة، يعني بعيدا عن الاستقطاب الرأسمالي والاشتراكي من عدمه، لكن كل العالم والولايات المتحدة باقتصادها يعاني من تبعات فيروس كورونا، التبعات الاقتصادية الوخيمة على بعض القطاعات التي أغلقت أبوابها أصلا. الآن هم مطالبون بأن يتحملوا هذه التبعات وفي ذات الوقت يتحملوا كلفة ضرائب مضاعفة، يعني كيف لهم أن يتعاملوا مع عنصري ضغط بهذا الشكل؟ خاصة وأن أيضا أحمد هناك 5 مليارات دولار تم صرفها على مدار العامين 2020-2021 متعلقة بمواجهة جائحة كورونا، ويعني مقدار كبير من تلك الأموال ذهبت كمدفوعات مباشرة
للأمريكيين في شكل شيكات أو مدفوعات مباشرة في حساباتهم البنكية، وأيضا جزء كبير ذهب لتوفير لقاحات كورونا، ملايين نحو 600 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم يعني التعاقد عليها أو توفيرها من خلال يعني برامج المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، تقدرت إجمالا بنحو 5 مليارات دولار. إذ ما تحدثنا عن الشركات الأمريكية التي كما ذكرت تحاول التعافي من الأطار السلبية لجائحة كورونا، أعتقد بشكل كبير أنها لن تقبل رفع الضرائب، ولكن جو بايدن يبرر ذلك بأن من ناحية أخرى يجب أن تساهم الشركات الأمريكية في يعني تطوير البنية التحتية الأمريكية وفي يعني خلق ملايين فرص العمل للأمريكيين، حيث نرى أن العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تضاعفت أعدادهم منذ بدء جائحة كورونا من العام الماضي، وبالتالي أعتقد بشكل كبير أحمد أنه ستكون هناك يعني مواجهات كبيرة إن كان في البيت الأبيض أو إن كان في الكونغرس الأمريكي من خلال شبكات أو جماعات الضغط الأمريكية التي تمثل بشكل كبير اللوبي الخاص بالشركات الأمريكية، خاصة أن هناك جزء متعلق بشركات النفط والطاقة التي بشكل كبير قررت جو بايدن ستؤثر عليها، لأنه يسعى إلى إحلال الطاقة النظيفة بشكل أكبر وأسرع من الوتيرة التي كانت يعني تقودها الولايات المتحدة في المجتمع الأمريكي على مدار الأربع سنوات الماضية. وقد يكون للأمر علاقة بعودة جو بايدن المباشرة لاتفاقية باريس للمناخ. أخيرا كريم، طالما أننا تطرقنا إلى الحديث عن فيروس كورونا بالتداعيات الاقتصادية، فالحديث عن اللقاحات باعتباره السباق الأهم الذي تخوضه كل دول العالم أو كلها تقريبا، جونسون أند جونسون وقد أمنت إدارة بايدن حصة وافرة وابتلعت جانبا كبير مما تنتجه الشركات تحديدا الأمريكية. جونسون أند جونسون لديها مشكلة في 15 مليون جرعة تقريبا، كان هناك خطأ بشري، لكن هي قالت إن هذا لن يؤثر على خطط التوريد للمتعاقدين معها. ما الذي جد في هذه القضية؟ السؤال الأبرز الذي خرج صباح اليوم عن نيويورك تايمز، هل يؤثر يعني الخطأ البشري في مصنع بمدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية الملاصقة للعاصمة الأمريكية واشنطن؟ هذا الخطأ كلف شركة جونسون أند جونسون 15 مليون جرعة من لقاحها، والذي يعني يعول عليه خبراء الصحة في الولايات المتحدة لأنه يؤخذ من جرعة واحدة، وبالتالي سيساهم في تسريع وتيرة اعطاء اللقاحات بالنسبة للأمريكيين. هذا المصنع تحديدا ينتج جونسون أند جونسون وأيضا ينتج أسترازينيكا، يعني نتحدث عن أن الجرعات السابقة التي قدمت إلى الولايات المتحدة من لقاح جونسون أند جونسون تم إنتاجها في هولندا، ولكن يعني هذا المصنع خصص لعمل تلك اللقاحات بالنسبة للعمليات التوريد الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية. وتصريح جو بايدن بأنه في الأول من مايو القادم سيكون كل الأمريكيين أو معظم الأمريكيين البالغين قادرين على أخذ لقاحات كورونا، هل يؤثر ذلك على يعني فكرة تلقيح الأمريكيين بالسرعة التي يعني ذكرها جو بايدن، خاصة أنه رفع من سقف الخاص بالأهداف المتعلقة بتلقيح الأمريكيين من 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم من ولايته إلى 200 مليون أمريكي في أول 100 يوم من ولايته، وهذا رقم ضخم حقيقة، ولكنه بالتأكيد بالنسبة لقياس حجم يعني أعداد الأمريكيين الذين يتلقون جرعات كورونا الذي تتجاوز أعدادهم 3 ملايين يوميا، نجد بشكل كبير بأن هذا هو السؤال الأهم، هل يؤثر هذا القطع البشري بهذا المصنع على يعني توفير اللقاحات في الوقت المناسب، خاصة أن مركز السيطرة على الأوبئة والأمراض المعدية فتح تحقيقا موسعا بالنسبة لهذا الشأن، لأنه يعني بشكل كبير قد يؤثر سلبا إلى حد ما على يعني توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات، ويفتح جانبا آخر من تشكك الأمريكيين في ثقتهم في تلك اللقاحات، خاصة أنه يعني رغم ارتفاع نسبة قبول الأمريكيين للقاحات لأكثر من 65%، ولكن يعني مثل تلك الأخبار قد تؤثر على ثقة الأمريكيين في تلقي لقاحات. هذا فيما يخص ثقة الأمريكيين ومدى إمكانية التعاقد على ذات الجرعات المتعاقد عليها من جونسون أند جونسون.